حماية سواحل مصر واجبهم ومهمتهم، والذود عن كبرياء الأمة أملهم وغايتهم. أقسموا أن يقدموا أرواحهم وأنفسهم قرباناً يفتدون به جسد الوطن. إنهم عمالقة البحار، رجال القوات البحرية المصرية. كان الأسطول المصري أول أسطول يخوض المعارك في التاريخ البحري، وتحمل جدران المعابد والآثار المصرية أشكالاً متعددة للسفن والبحارة المصريين القدماء، وأنباء فتوحاتهم ومعاركهم ومظاهر انتصاراتهم. وفي العصر الحديث يعد محمد علي باشا أول مؤسس لبناء جيش كبير قوامه من المصريين، وكان الأسطول أحد مكونات هذا الجيش. وخاض محمد علي بالأسطول المصري العديد من المعارك في البحر المتوسط، كان أشهرها معركة نوارين عام 1827، والتي تحالف فيها محمد علي مع السلطان العثماني في الحرب ضد بلاد اليونان. غير أن تدخل أساطيل روسيا وإنجلترا وفرنسا أدى لتدمير هذا الأسطول، فعاد محمد علي لبناء أسطول جديد يتناسب في قوته مع موقع مصر الجغرافي ومكانتها الإقليمية وثقلها السياسي، وكذلك إطلالتها البحرية العريضة على البحرين الأبيض والأحمر، وبما يؤمن مصالحها الحيوية في محيطها الإقليمي. وهو الفكر الذي لا يزال يشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية العسكرية المصرية حتى يومنا هذا. وعندما قامت ثورة يوليو عام 1952، كان أبرز أهدافها إقامة جيش وطني قوي، وتحقق ذلك الهدف من خلال صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955. وتضمنت تلك الصفقة عدداً من القطع البحرية المتنوعة، كان أبرزها الغواصات والمدمرات ولنشات التوربيد ووسائل النقل والإمداد البحري. وخاضت البحرية المصرية كثيراً من المعارك البحرية في حروب مصر المختلفة، وسجلت فيها بطولات خارقة. وفي 30 سبتمبر عام 1959 أطلق عليها اسم القوات البحرية، لتمثل أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية. ولقد عبرت البحرية المصرية عن قوتها وكفاءتها وخبرات رجالها في معارك كثيرة، لعل أبرزها تلك التي أعقبت حرب يونيو عام 67، حين أغرقت لنشات الصواريخ المصرية المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 21 أكتوبر عام 67. بعد هزيمة يونيو سنة 67 وقف الرئيس جمال عبد الناصر بحق قال: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وكان لازم عشان نقدر نوصل لحرب أكتوبر كان لازم نعمل حرب الاستنزاف. فأنا كنت مصمم من أول دقيقة كان لازم أحارب. فإحنا عندنا مدمرات وغواصات وأنشطة صواريخ ودفاع بشرية، وصممت إن إحنا هنضربهم بكل سلاح من هذه الأسلحة. اكتشفت إن في هدف موجود أمام السواحل، وتعاملت معاه وضربت أول صاروخ، جاء في الهدف إصابة مباشرة، شطر السفينة إلى نصفين، بدأت السفينة في الغوص في المياه. خدنا موقع الإطلاق وبدأ قائد السرب بوصلنا لموقع الإطلاق المناسب بإصدار الأمر بإطلاق أول صاروخ، وهو أول صاروخ في التاريخ البحري باتمان. كا
ثم تواصلت المعارك البحرية ضد القوات الإسرائيلية في كثير من المواقع، وحفلت بالعديد من الانتصارات والنتائج الباهرة. ولم يمضي 3 شهور على إغراق المدمرة إيلات أمام بورسعيد إلا وقامت كاسحة الألغام بقيادة المقدم محمد عبد المجيد عزب، واكتشفت غواصة أمام ميناء الإسكندرية فهاجمتها ودمرتها. وكان للعمليات البحرية الخاصة دور رائع في تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة خلال حرب الاستنزاف، تتوج بنتائجها تاريخ البحرية المصرية وتاريخ القوات المسلحة. الحمد لله، وبإصرار مننا، إصرار شديد جدا، أنا وزميلي عم وعلي أبو نشا قسمنا نفسينا لمجموعتين، مجموعة راحت للسفينة بيت شيفا وأنا رحت على السفينة بيت يام. عملية تثبيت اللغم دي بتحتاج إلى أن الواحد يركز كويس قوي فين يحط اللغم علشان المركب تنفجر وتغرق فورا، وده اللي ربنا وفقني فيه وقدرت أعمله. وإحنا ماشيين في السكة راجعين، أحلى لحظات حياتي، شوف مش ممكن الإنسان ينساها، لحظة انفجار المراكب. وبعد وقف إطلاق النار في أغسطس عام 1970 نتيجة لمبادرة ويليام روجرز وزير الخارجية الأمريكي، بدأت القوات البحرية في تنفيذ دور جديد يهدف إلى جمع المعلومات حول قدرات وأنشطة العدو البحرية. كنت ببعت الغواصات لمدة تقعد 20 يوم في المياه الإسرائيلية، كل غواصة تقعد 20 يوم قدام حيفا وتل أبيب وأسطول. رحنا في منطقة حيفا وعملنا المهام بتاعتنا الحمد لله كويس جدا، جبنا مواصفات جميع الرادارات وأجهزة الأنظار اللي هناك، حركة الملاحة من وإلى الميناء الكثافة بتاعتها. وعندما بدأت عملية الفتح الاستراتيجي للقوات المسلحة استعدادا لحرب أكتوبر، كانت القوات البحرية هي أول من حمل لواء الفتح لتؤدي دورا هاما في تأمين مسرح الحرب في المجال البحري، انعكست نتائجه على الأداء الرائع للقوات البرية في جبهة القتال بسيناء. ظهرت في حرب أكتوبر ظروف خدمت القوات البحرية المصرية في تحقيق مهمة بنطلق عليها مهمة عرقلة والتعرض لخطوط مواصلات العدو البحرية. ومن هنا ركزنا على حاجتين، أولا في البحر الأحمر منع وصول البترول إلى إسرائيل، ابتدينا وبس ألغام في مدخل خليج السويس لتعطيله، نشف مجموعة من الغواصات في منتصف البحر الأحمر، فتح مدمرات في منطقة باب المندب للسيطرة على الملاحة. أوكل إلي بتنفيذ مهمة إغلاق باب المندب. بصدور أمر العمليات في 6 أكتوبر توجهنا إلى خطوط المرور التي تحقق إغلاق مضيق باب المندب، وكانت الأوامر لدينا هو تدمير أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور من مضيق باب المندب. بذلك تحقق قطع خطوط المواصلات الإسرائيلية تماما. تمكننا بحمد الله وفضل الله ان احنا نؤدي المهمة على اكمل وجه، واعترضنا جميع السفن المتجهة الى ايلات، ومنعنا حوالي 197 سفينة من الدخول او التوجه الى ميناء ايلات. في رابع يوم عمليات وصلتنا اشارة من البحر الاحمر، احدى الغواصتين الموجودتين في البحر الاحمر ابلغنا القائد بانه اطلق مجموعة توربيدات على هدف سفينة ناقلة بترول مرة في منطقته في اتجاه الشمال. في ذاك الوقت كانت رئيس الوزراء اسرائيل جولدا مائير
بتشكل ما يسمى حكومة المطبخ، فدرسوا الموقف وخدت قرار على الفور بمنع دخول السفن الإسرائيلية إلى البحر الأحمر. كانت أول مهمة مكلفين بها اللي هو بتحميل ألغام وإغلاق مدخل خليج السويس للألغام. يوم 5 أكتوبر تم التنفيذ قبل بدء الأعمال القتالية، وفي اليوم التالي يوم 6 أكتوبر مساء كلفنا بمهمة قصف شرم الشيخ. العملية بتاعت تدمير الحفار F10 في حقل بترول بلعيم اللي عملتها سنة 73 كانت بالضبط في 9 أكتوبر. نزلنا من راس غارب بعوامتين، كنا 6 مجاميع، وكان المقصود بيها ان هي كانت مشاركة مع مجموعة من الصاعقة. مجموعة الصاعقة طلعوا ضربوا التنكات البترول على البر، واحنا كضفادع بشرية ضربنا محطة التجميع الرئيسية بتاعت حقل بترول بلعيم اللي هو اكبر حقل في سينا في ابو رديس. وصلنا للحقل او على مشارف الحقل كده، العوامات وقفت واحنا نزلنا كملنا سباحة لغاية البلاتفورم ده، رحنا ونفذنا العملية بنجاح منقطع النظير. وبعد انتصار اكتوبر العظيم عام 73 وبدء تنفيذ خطط القيادة العامة للتطوير والتحديث، أولت القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما كبيرا لتطوير القوات البحرية وفق الدراسات ومطالب التطوير والخطط الزمنية التي أعدتها قيادة القوات البحرية. وتناول التطوير إدخال العديد من المدمرات والفرقاطات الحديثة والمدفعية والصواريخ الساحلية ولنشات الصواريخ المتطورة ولنشات المدفعية وكاسحات الألغام وقناصات مكافحة الغواصات وسفن النقل والإمداد المتنوعة وطائرات البحث والإنقاذ البحري. وامتد التطوير لمنظومات القيادة البحرية وتجديد وتحديث السفن والغواصات القديمة، كما استدعى الأمر تطوير القواعد البحرية والموانئ وكذلك المستودعات البحرية وورش وترسانات الإصلاح والمنشآت والمرافق التعليمية ومراكز التدريب البحري، حتى أصبحت القوات البحرية على درجة عالية من الكفاءة القتالية والفنية تمكنها من فرض السيطرة والحماية الكاملة على مياهنا الإقليمية وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة في أوقات السلم والحرب. وتتمتع القوات البحرية بقدرات قتالية وفنية عالية ومستوى راق في مجالات التدريب العملي سواء البحري أو المشترك مع قوات الأفرع الرئيسية من خلال المناورات التي تجريها القوات المسلحة طبقا لخطة التدريب السنوية، وكذا مستوى التعليم والتأهيل العام والتخصصي، حتى أصبح للقوات البحرية المصرية رصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية جعلها تحظى بسمعة دولية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسارع كثير من الدول بطلب التعاون معها في مجال التدريب المشترك وإجراء المناورات البحرية والالتحاق بدوراتها وتبادل الخبرات مع تشكيلاتها القتالية ومنشآتها التعليمية. كما تساهم القوات البحرية في كثير من الأنشطة التي تخدم توجهات الدولة وسياساتها، مثل نقل قوات حفظ السلام وتقديم الدعم للدول الصديقة في أحوال الكوارث والأزمات والقيام بأعمال النجدة والإنقاذ البحري ومقاومة التسلل والهجرات غير الشرعية إلى داخل مصر وخارجها. كما كان للقوات البحرية أدوار بارزة في تنفيذ خطط القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في الإسكندرية ومناطق التمركزات البحرية أثناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقامت بنقل آلاف من المصريين العاملين والعالقين في ليبيا وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن. إن القوات البحرية تمثل في الاستراتيجية العسكرية المصرية حصن الحماية البحرية لمياه مصر الإقليمية، وقوة النيران الهائلة والقدرة العالية على المناورة في منظوماتها القتالية، وهي تواصل العمل والتطوير والتحديث للارتقاء المستمر بإمكاناتها وقدراتها، لتظل دائماً على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها المخططة والطارئة بأعلى قدر من الكفاءة والاحتراف، وهدفها الأسمى ضمن بقية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة هو أمن مصر واستقرارها والإسهام الإيجابي في نهضتها وتقدمها وازدهارها.